اليوم كاين واحد النقاش كبير في العالم حول الجامعة وحول التعلم. واش التعلم بالضرورة خص يكون داخل المدارس وداخل الجامعات، ولا يمكن الناس يكون عندهم ما يسمى التعلم الذاتي سيلف ليرنينغ؟ اليوم تلقاو بأنه كاين كثير من المؤسسات الكبيرة بحال أمازون، بحال جوجل، بحال فيسبوك وغيرها من الشركات، تقول بأن بالنسبة للناس اللي بغاو يخدموا معاها ما تحتاجوا لشواهد لا والو، تحتاجوا يعرفوا واحد المجموعة ديال لي سافوار فير، واحد المجموعة ديال المعارف والمهارات وخص يطبقوهم. إذا هنا غادي يبان بأن التعلم الذاتي هو واحد المجموعة ديال المهارات ومجموعة المعارف اللي الإنسان تيبغى يديرها لراسو. وشكون اللي ساهم في هذا الأمر ديال التعلم الذاتي؟ هو الإنترنت بالضرورة، أنه الجامعات اليوم ومجموعة ديال المؤسسات الكبرى بحال فيسبوك وبحال جوجل، وقريب أنهم يديروا ما يسمى جامعات افتراضية. ولو وصلنا لهذا النيفو أن فيسبوك ولا جوجل دير جامعة افتراضية، هذا الأمر هذا فعلا غادي يدل على أنه التعلم الرسمي راه ماشي بالضرورة غادي يكون هو الوسيلة ديال العمل. شنو اللي مهم في الجامعة أو شنو تنستافدو من الجامعة؟ الفرق بين التعلم الحر والتعلم الجامعة أن الجامعة تعلمنا كيفاش نحللو المعلومات، كيفاش نحللو المعطيات، ولكن الشغف ديال التعلم والرغبة في التعلم إذا مكانتش عند الإنسان راه ما غيمكنلوش يبدع في واحد المجال. على سبيل المثال ليكونومي، تقدر الجامعة تعطيك مثلا معلومات عامة على شنو هو الاقتصاد، شنو هو التضخم، شنو هي الأشياء اللي عندها علاقة بالإيكونومي، ولكن إذا مكانتش عندك واحد الرغبة في التعلم الذاتي انك تقرا ديك المجال وتتعمق فيه بشكل جيد وانك تقرا اخر ما كاين فيه، راه ما غيمكنلكش تخدم وما غيمكنلكش تلقى وظيفه. هنا تيبان بانه اللي مهم في الجامعه نتعلموا نحللوا البيانات ونتعلموا نعرفوا الافكار ونعرفوا المصادر ديالها واننا ندير واحد البحث اكاديمي. لكن اللي مهم هو التعلم الذاتي، لان اغلب الوقت تنقضيوه راسنا وصافي. الجامعه ما تيبقاش لي شارج ديال القرايه، تولي الانسان تيقرا هو راسو. هنا خص بالضرورة أن الإنسان يكون عنده واحد الشغف ويكون عنده واحد البرنامج ديال التعلم الذاتي. كاين اللي خدامين في كثير من القطاعات اللي ما عمرهم قراوها بشكل أكاديمي، وإنما قراوها بشكل ذاتي، أنه خداو واحد عام ولا واحد شهور ولا عامين في واحد المجال واهتموا به واحد 6-7 سوايع في النهار، وهذاك العمل ديالهم وهذاك الاجتهاد ديالهم هو اللي خلاهم يديروا واحد الدخل. هنا شنو تيبان؟ تبنى بأنه الجامعة إلى قد غادي بهذا النمط ديال التقليدي أنها ما قدش تواكب، خصوصا في المجتمعات ديالنا العربية والمجتمعات المتخلفة، لمدى الجامعة ما قدش تواكب التطور التقني والرقمي اللي كاين في العالم. هنا نقدر نقول بأن الجامعة ما غتبقاش عندها أهمية، لأن سوق الشغل غادي يكون فواد والجامعة فواد، وهذا هو الأمر اللي يخلي أن كثير من الناس اللي غيحصلوا على إجازات وعلى ماسترات ما غيلقاوش الخدمة، لأن سوق الشغل تطلب شي حدا اللي ما قراوهاش. إذن هذا المنطلق قلنا خص يكون عندنا ما يسمى مهارة التعلم الذاتي. وأنا شخصيا مثلا باعتباري أستاذ تنقري في الثانوي، النهار اللي فكرت ندير صناعة المحتوى تفرض عليا نقرا بزاف المجالات، نقرا كيفاش تتم الكتابة ديال السكريبت، نعرف الفن التواصل، فن الإلقاء أمام الكاميرا، كيفاش نحرك يدي، فوقاش نسكت، فوقاش نهضر، مسألة أخرى خصني نعرف كيفاش نحط الفيديو، فوقاش نحطو، طريقة ديال التصوير، طريقة المونتاج، تحليل البيانات، يعني واحد العدد كبير ديال لي سافوار فير. لو انني ما ترميتش لهذا المجال الراسي بشكل ذاتي ما عمري غنقراو، لان ما غتحيش الفرصه انني نقراهم وانني نقلب فيهم. اذا من هذا المنطلق تنقول الاصدقاء كاملين بانه ماشي بالضروره الجامعه هي اللي غتحدد المستقبل ديالنا. الانسان يكون تيقرا في الجامعه ويفكر في واحد المجال ولا جوج مجالات، الانسان الحاجه الاساسيه اللي يركز عليها هي اللغه الانجليزيه، لان الانجلي حاليا هي اللغه اللي اكثر الناس واكثر المواقع اللي كاينين في الانترنت الكتابه والتحليل باللغه الانجليزيه. وبعد منا غادي يكون الانسان عنده واحد المجموعه ديال لي سافوار فير ويقدر يقلب هنا وهنا ويلقى واحد الفرصه ديال العمل او فرصه ديال الاشتغال.